النهاردة بقى الكلام على البانكيك. هنعمل النهاردة بانكيك مقاديره سهلة جدا وكمان مناسب جدا للدايت وكمان صحي جدا للأطفال، أحسن من الدقيق الأبيض. أول حاجة كده معايا حطيت بيضة واحدة، وحطيت كده يعني 3 نقط كده فالينيا، ومعايا هنا سكر دايت اللي انا بستخدم انواع كتير للسكر دايت، وبرده استخدمت ده حلو جدا اللي هو ريتش سكر البني. تمام، حط معلقه واحده، مش هنحط معلقتين، هي معلقه واحده، مع اني ممكن احط معلقتين سكر ومعلقتين زيت، بس انا على قد ما بقدر بحب ان انا اقلل من الزيت وبقلل برده من السكر، حتى لو هو مستخدمه حاجه صحيه عن مثلا الدقيق الابيض، عن مثلا السكر الابيض التاني. لا، انا حطيت معلقه زيت زيتون ومعلقه سكر. خلاص كده بقى ايه، اقلب كل المكونات مع بعض. يبقى انا كده حطيت البيضه، الفالينيا، معلقه سكر، معلقه زيت زيتون. كده خلاص قلبت كله كده مع بعض. معايا بقى كوباية لبن، هي يعني ممكن تحط كوباية كلها لبن، يا اما نص مية ونص لبن، يعني ايه كوباية. ومعايا كوباية دقيق شوفان، يعني كوباية لبن كوباية مية، يعني ممكن نخلط يعني الكوباية المية دي اللبن ومية يعني. ومعايا بقى انا حطيت هنا الكوباية دي شوفان ونخلته كده. عايزة اقول لكم ده يعني ده برضو شوفان يعني، بس انا ايه حبيت ان انا ايه انزله كده من المصفى. حط كده حبة حبة وعشان ما يكلكعش معانا. ده صحي جدا عن اللي هو البانكيك اللي بيتعمل بالدقيق اللي هو الابيض والسكر الابيض والزيت التاني، فدوت صحي. هعمل لكم كل حاجه في الدايت بس بطريقه صحيه. انا كده حطيت الكوبايه كوبايه، يعني حط كوبايه دي كوبايه ميه، لو بقى ميه لبن وميه او لبن كده يعني زي ما تحبوا، بس بلاش ناخد لبن برضو كتير. هنخلط الدقيق يعني نصه كده مية ونص التاني لبن زي ما انا عملت كده بالظبط. لازم تتقلب كويس عشان لو في اي تقطلات ايه ما تبوظ البانكيك. كده خلاص اهيت، وسبتها يعني دقيقة واحدة عشان يديه شوفان. حتى لو انتوا حسيتوا ان هو خفيف فلما بيقعد يرتاح شوية بيتقل خالص، ف يعني اعملوه كده وسيبوه دقيقة واحدة بس، انتوا هتحسوا ان هو تقل. وكده خلاص حطيتها اهي في الطاسة من غير ما حطيت اي دهون ولا اي حاجة خالص. اول ما تعمل كده يبقى هي ايه بتستوى معانا، اول ما تعمل اسمها ايه فقفيع ولا المهم ان هي تعمل كده تبقى هي ايه بتستوى معانا. مينفعش نقلبها بقى وهي طريه، لازم تنشف كده خالص كلها عشان لما تتقلب ما تتبهدلش مننا من تحت. دي كده اول واحده هعملها. شايفين السوا بتاعتها ما بتاخدش يعني اقل من دقيقه بتستوي، يعني يا دوبك بس ايه بتاخد لون كده. دي خلاص اول واحده، شايفين الشوفان كل ما بقعده بيتقل اكتر. دي تاني واحده هعمل معاكم كده ايه تاني واحده، والباقي كله هعمله هوريها لكم ايه في الاخر. شايفين هي كده بتستوى، يعني هو كده العجينه كده ناجحه اول ما تعمل كده. خلاص هبدأ بقى ان انا ايه اقلبها عشان خلاص كلها نشفت ايه من فوق. اول ما تنشف من فوق تبقى استوت من تحت خلاص. كده خلاص انا خلصت كله. الكوباية عملت لي كتير قوي، يا ريتني عملت نص بس، يلا مش اشكال مش هيخسر، هو صحي واي حد في البيت عندي ايه هياكل منه. انا بقى عايز الشوكولاتة ده خالي من السكر، يعني مش مسكر خالص. الشوكولاتة التانية دي بقى مسكرة طبعا، هي كلها كاكاو. هعمل ايه بقى، انا هاخد مكعب واحد هسيحه كده، وحطيت انا كده يعني حوالي بتاع ربع كوباية لبن، او يعني ممكن 3 4 معالق 5 كده لبن، وهسيح فيه ايه الشوكولاتة.
مكعب واحد مش كتير يعني. انا هنا بعمل صوص شوكولاتة عشان الصوص التاني مش مسكر، وانا ما حطيتش في البانكيك سكر كتير. اللي حابب، اللي بيحب الحاجة مسكرة عادي ممكن يحط معلقتين سكر، ما يحطش ازيد من معلقتين، معلقتين بس. فانا عشان قللت السكر فهحط بقى ايه، اعمل اخد صوص الشوكولاتة ده اللي هو ايه مسكر. وهو عملنا حاجة صحية ولذيذة كمان، بدل ما ناكل حاجة مثلا ضارة مش لينا وكده، وتعلينا سكر الدم بقى ونحس بقى بجوع ونبدأ ناكل كتير. فكده يعني لو انتوا خدتوا بالكم الاكل ولا هتحسوا بقى بجوع، لاني كمان الشوفان بيدي كمان الشعور بالشبع حلو قوي. بس اللي ياخد برضو شوفان يشرب مية كتير كده بقى. انا بحط الصوص اهوت. عايزين تعملوا البانكيك اكبر من كده ممكن كمان، بس اعملوا بقى لو عملتوه بمقاس واحد بيطلع الشكل، بيبقى شكله حلو يعني. انا دوت عاملاه كله مقاس واحد، شايفين ريحته حلوه قوي. انا بحب الموزات اللي هي بدي شوفان بصراحه، بيبقى حلو قوي يعني. دي شوفان والدي الاسمر اللي هو الدايت، الاتنين دول بيعلوه سكر الدم، غير الدي التاني الابيض كده خلاص اهو. وكمان ممكن تدوا كمان اطفالكم هم رايحين المدرسه، ده صحي جدا، صحي عن الدي الابيض. لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك عشان يوصل لعدد اكبر، وكلنا نستفيد وكلنا نشجع بعض. وان شاء الله الايام الجايه هعمل لكم حاجات كتيره جدا، ومش هخليكم كده يعني حاسين باي حرمان في الدايت. باي.